Assalamu alaikum. Hey everybody, welcome to my channel. My name is Habiba. Today I'm gonna teach you how to count from 1 to 100 in Arabic. Okay, so let's start. Sifr. Wahid. Wahid. Ithnan. Thalatha. Arba'a. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. See my mouth and try to repeat after me, okay? واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. Okay, so from 10 to 20 we have to say عشر. We have to start from إحدى عشر. إحدى عشر. إثنى عشر. ثلاثة عشر. أربعة عشر. Here when we count from 10 to 20, we have to say عشر. We have to remove the letter تاء. When we say عشرة, after that, إحدى عشر, إثنى عشر, ثلاثة عشر, أربعة عشر, خمسة عشر, ستة عشر, سبعة عشر, ثمانية عشر, تسعة عشر. Now, عشرون. So 20 is عشرون. 21 is واحد وعشرون. واحد, you know, one. و is and عشرون, you know, 20. So in English we say 21, but in Arabic we say 1 and 20. When we translate that in Arabic we say 1 and 20. Okay, واحد وعشرون. اثنان وعشرون. ثلاثة وعشرون. أربعة وعشرون. خمسة وعشرون. ستة وعشرون. سبعة وعشرون. ثمانية وعشرون. تسعة وعشرون. ثلاثون. ثلاثون is 30. Okay, it's the same now, it's very easy. Okay, واحد وثلاثون. 1 and 30. 31 is 1 and 30. 2 and 30. 3 and 30. Okay, when we translate that in Arabic we say like this. Okay, now واحد وثلاثون. اثنان وثلاثون. ثلاثة وثلاثون. أربعة وثلاثون. خمسة وثلاثون. ستة وثلاثون. ستة وثلاثون. سبعة وثلاثون. ثمانية وثلاثون. تسعة وثلاثون. أربعون. 40. واحد وأربعون. اثنان وأربعون. ثلاثة وأربعون. أربعة وأربعون. خمسة وأربعون. ستة وأربعون. سبعة وأربعون. ثمانية وأربعون. تسعة وأربعون. خمسون. 50. خمسون. Okay, واحد وخمسون. اثنان وخمسون. ثلاثة وخمسون. أربعة وخمسون. خمسة وخمسون. ستة وخمسون. سبعة وخمسون. ثمانية وخمسون. تسعة وخمسون. ستون. Okay, واحد وستون. اثنان وستون. ثلاثة وستون. أربعة وستون. خمسة وستون. ستة وستون. سبعة وستون. ثمانية وستون. تسعة وستون. سبعون. 70. واحد وسبعون. اثنان وسبعون. ثلاثة وسبعون. أربعة
وسبعون، خمسة وسبعون، ستة وسبعون، سبعة وسبعون، سبعة وسبعون، ثمانية وسبعون، تسعة وسبعون، ثمانون، واحد وثمانون، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون، أربعة وثمانون، خمسة وثمانون، ستة وثمانون، سبعة وثمانون، ثمانية وثمانون، تسعة وثمانون، تسعون، واحد وتسعون، اثنان وتسعون، ثلاثة وتسعون، أربعة وتسعون، خمسة وتسعون، ستة وتسعون، سبعة وتسعون، ثمانية وتسعون، تسعة وتسعون. 100. مئة. مئة is 100. Okay? Have you understood? So, مئة وواحد. مئة واثنان. It's the same. مئة وعشرة. 110. Okay? When we translate that in Arabic, we say 110. Okay? So, I'm